للمزيد ينضم إلينا من مراكش مفادنا حسام الدين نصر. حسام مساء الخير أولا، حدثنا عن أجواء هذا المهرجان، عن أجواء الافتتاح، وما الذي يميز هذه الدورة عن سابقتها؟ نعم، مساء الخير يوسف، مساء الخير مشاهدينا الكرام. نعم يوسف، يعني لا شيء يعلو هذه الأيام هنا في مراكش، لا شيء يعلو على صوت السينما. بطبيعة الحال الحدث بارز والحدث وازن أيضا، إنه المهرجان الدولي للسينما الذي دخل يعني أو أطفأ شمعته 14 هذه السنة. يوسف، المهرجان وكعادته يعني عود عشاقه على أن يقدم دائما الجديد، سواء من ناحية التنظيم، سواء من فيما يتعلق بالشخصيات والضيوف البارزة، الضيوف النجوم الحقل السينمائي، كذلك من خلال الأعمال المقدمة، سواء تعلق الأمر بالأفلام الطويلة أو بالأفلام القصيرة. يوسف، يعني 22 جنسية ممثلة في 87 فيلما، من بينها 13 عملا أولا، 8 منها ستدخل المسابقة. طبعا رئيس لجنة التحكيم هي الممثلة الفرنسية المعروفة إيزابيل أوبير التي ستترأس اللجنة طيلة هذا المهرجان. كذلك توجد هناك السينما اليابانية، كذلك كضيفة شرف الاحتفاء بالسينما اليابانية. كما عودنا المهرجان كذلك يوسف، في كل دورة يتم تكريم وجوه إعلامية، وجوه سينمائية بارزة. هذه الدورة طبعا كان التكريم ل هرم من إهرامات مصر، ألا وهو الزعيم الفنان عادل إمام، الذي حظي بترحيب كان مؤثرا جدا اليوم. يعني تابعنا كلمته في القاعة منذ قليل، وكان جد متأثر ب يعني ما قدم له من تقديم ومن حفاوة استقبال. كذلك هو الذي قال: أنا أعشق المغرب وأعشق الشعب المغربي. يوسف معي اليوم، يسعدني أن أستضيف المخرج والناقد السينمائي عبد الإله الجوهري لنتحدث أكثر حول هذا المهرجان. سي عبد الإله، مرحبا بك. مرحبا، وتحية لكل مشاهديك. يعني سي عبد الإله، اليوم شهدنا تكريم نجم عالمي كبير عربي عادل إمام. يعني ماذا يعني هذا التكريم في المغرب؟ يعني تكريم عادل إمام في بلده الثاني المغرب. مراكش في كل دوراته كرم أسماء كبيرة، وأن يكرم هذه السنة عادل إمام فهذا تأكيد على أن المهرجان يكبر دورة بعد دورة. عادل إمام هو رمز سينمائي عربي بامتياز، أفلامه شاهدة على دوره الريادي في تكريس وعشق السينما في نفوس الجماهير العربية. ولاحظنا أن في الكلمة التي ألقاها على الخشبة قال بأن كل مصري يزور المغرب إلا ويقول له الجمهور الذي يلتقيه: سلم لي على عادل إمام لما تعود إلى مصر. فعادل إمام أعتقد معلمة سينمائية أساسية قدمت الشيء الكثير للفن السينمائي العربي. طيب سي عبد الإله، باختصار يعني ما مدى أهمية هذا النوع من المهرجانات في الارتقاء بالسينما المغربية؟ وأعتقد أن أي مهرجان هو فرصة للاحتكاك، فرصة للالتقاء، فرصة للتعلم. وأعتقد أن المهرجان منذ دورته الأولى إلى حين هذه الدورة يعني 14، السينمائيون المغاربة احتكوا والتقوا وتعرفوا على سينمات عالمية كبيرة. لما سألت ممثلا أو مخرجا أو منتجا مغربيا إلا ويقول لك أن من خلال مهرجان أنه ربط علاقات، صداقات، بل وشراكات إنتاجية. والأكثر من ذلك الجمهور المغربي ومن خلال هذا المهرجان اطلع على تجارب سينمائية لا يستطيع أن يطلع عليها في القاعات التجارية. فالمهرجان يلعب دور كبير في الرقي بالسينما المغربية. شكرا جزيلا الناقد والمخرج السينمائي عبد الإله الجوهري على كل هذه التوضيحات. شكرا يوسف. فقط أود أن أشير إلى أن المهرجان كذلك يحتوي على عدة فقرات، مثل نبضة قلب، مثل سينما المدارس، وكذلك توجد هناك كما ذكرنا الاحتفاء بالسينما اليابانية، كذلك إضافة إلى سينما ضعاف البصر. يوسف، سنعود إلى كل هذه الفقرات تباعا في موعدنا الإخبارية ورسائلنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله. عودة إليك. مفادنا إلى مهرجان مراكش، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، وأيضا الشكر الجزيل لضيفك الكريم، ونعتذر لمشاهدينا الكرام عن هذا المشكلة التقنية من المصدر.